الراديو 90-90 هواها مصري. النهاردة الافتتاح الرسمي لمعرض الكتاب، وبكرة يبدأ دخول الجمهور. وخلينا أقولك خط المواصلات الخاص بمعرض الكتاب في مقره الجديد بالتجمع الخامس. الخط الأول بيبدأ من صقر قريش مرورا بكارفور المعادي ونادي وادي دجلة وطريق الدائري ومحور المشير وصولا لمعرض الكتاب. الخط الثاني بيبدأ من ميدان عبد المنعم رياض مرورا برمسيس والعباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير وصولا لمعرض الكتاب. الخط الثالث من العباسية مرورا بنادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير وصولا للمعرض. الخط الرابع بيبدأ من ميدان الجيزة مرورا بجامعة القاهرة والسيدة عائشة والأوتوستراد وجامعة الأزهر وصولا لمعرض الكتاب في التجمع الخامس. الخط الخامس بيبدأ من النزهة الجديدة مرورا بميدان الحجاز والسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولا لمعرض الكتاب في التجمع الخامس. الخط السادس هيبدأ من الأميرية مرورا بميدان المطرية والحلمية وبعدها كلية البنات وميدان رابعة والحي السابع وحي السفارات وصولا لمعرض الكتاب بالتجمع الخامس. تاني بقول لك الدخول يعني الجمهور لمعرض الكتاب هيكون ابتداء من بكرة إن شاء الله. النهاردة الافتتاح الرسمي لمعرض الكتاب، ولكن بكرة افتتاح للجمهور، وهتنطلق الدورة رقم 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مقره الجديد في التجمع الخامس. واحنا قررنا من هنا من راديو 90-90 ومن صباحكم مطرحك يكون عندنا رسالة ومتابعة يومية من معرض الكتاب، وهتكون دايما في الأوقات الأخيرة من الحلقة، علشان هو يعني بدايته مع نهاية الحلقة يعني. فهنكون الرسالة دي بنحاول نعرف منها ايه اللي بيحصل اول باول، يعني نتابع نشوف. لو عندكم تساؤلات برضو هتبعتوها لنا وهنسأل، علشان يعني نكون هناك لحظة بلحظة. احنا معانا في الرسالة دي هتبقى معانا دايما زميلتنا نوران ايمن، تقول لنا ما يحدث تفصيلا جملة وتفصيلا زي ما بيقولوا. فخلينا نعرف اللي بيحصل. فنوران صباح الخير بقى اللي تقول لنا. صباح النور يا احمد، وصباح الخير على كل اللي بيسمعوا. صباحك ومطرحك حالا. بكرة هيكون افتتاح المعرض للجمهور من 10 الصبح، والمعرض السنة دي زي ما انت قلت هيكون في التجمع الخامس لأول مرة، وعلى مساحة 24 ألف متر مربع تقريبا، بمشاركة 35 دولة و749 دار نشر، وفي أكتر من 720 جناح عرض وبيع. في كمان حوالي 580 متطوع مخصوصين بس لإرشاد الزوار للأماكن المختلفة جوه المعرض. وعلى فكرة سعر تذكرة المعرض 3 جنيه، وفي طبعا خطوط مواصلات مخصوصة من وإلى المعرض. طيب أنا طماع، عايز أعرف نادر فودة أخباره إيه؟ ابننا ابني البكري نادر فودة، دي ما تفوتنيش طبعا. دي أول حاجة دخلت أشوفها في المعرض، نادر فودة 4 عمارة الفزع عاصفة الموت، موجود ومنور في جناح دار سما للنشر في صالة واحد، ومستني كل محبيه. زي ما بيقولوا كده العمل بيجري على قدم وساق لاستقبال حفلة توقيع نادر فودة يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 2 الظهر. ومستني نادر كل محبيه بقى في جناح دار سما إن طيب شاء الله. بالنسبة بقى للأكل وللمطاعم وما يحدث، يعني الناس هتروح تبقى عايزة برضو طبعا مناطق للمطاعم وكورتس ومناطق خدمات على أعلى مستوى. هو المكان بصراحة منظم جدا ومبهج، يعني أول ما بتدخل كده بتحس إنك فعلا في مكان راقي جدا. صالات العرض مختلفة وعلى مستوى أعلى، الدنيا منظمة أكتر، الكل هنا عايز يساعد، وإن شاء الله اليوبيل الذهبي للمعرض هيكون مختلف كتير عن كل اللي فات. اتمنى ان شاء الله يبقى يعني موفقين ان شاء الله. شكرا شكرا يا نوران، وهيبقى الرساله يوميه، ومعلش هنشحططك معانا.